أصدقائي المشاهدين والمستمعين، نتابع نحن وياكم نقطة على سطر عبر صوت لبنان لنحكي يعني صوت المعارك والمدافع بلبنان طغت على كل الأصوات. نسيوا اللبنانيين همومهم كلها حتى الاقتصادية منها بهالظروف الاستثنائية اللي نحن عم نعيشها. وتحت وطأة القصف اليوم لجأ مصرف لبنان إلى سياسة دعم قام من خلالها بزيادة الدفعات الشهرية للتعميمي 158 على مدى الشهرين الماضيين. هيدا بالنسبة للناس. ماذا على صعيد اليوم ما بعد الحرب؟ هل مش لازم نفكر نحن شو لازم نعمل بعد الحرب؟ يعني اليوم في عمين قال ومن قال يعني صار في اجتماع بهالإطار، ونائب رئيس الحكومة سعاد الشامي عم يسعوا إلى إنشاء صندوق يهدف إلى إنعاش الاقتصاد وزيادة الأعمار، والمباحثات بشأن هالشي حققت تقدم ورح يكون ممول من الدول المالحة. ماذا عن صندوق النقد الدولي؟ وينوه بما هلأ عم بيطلع فينا؟ نحن ما عملنا دفوارنا كل هالسنوات، ما قدرنا عملنا اليوم الإصلاحات المطلوبة واللي طلبها صندوق النقد. يعني هل رح نستغني عن صندوق النقد ويكون عندنا صندوق تاني هلأ بدون ينشقوه؟ مين بده هالصندوق يكون رئيسه؟ ما دايما في خلافات على الصناديق، ونحن تعبنا من الصناديق بلبنان لأنه الصناديق على طول منشم منا ريحة فساد. خلينا نستقبل ضيفنا اليوم رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية وخبير اقتصادي سابق بصندوق النقد الدولي بواشنطن دكتور منير راشد. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح الخير، كيفك؟ كيف صح؟ يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. يعني بوقت عم بيفكروا يعملوا صندوق لينعشوا الاقتصاد وزيادة الأعمار، وعم بيقولوا أنه في تقدم لهالصندوق، شو مصير صندوق النقد الدولي؟ شوف، هذا الصندوق شيء وصندوق النقد الدولي شيء تاني. كنا عندنا صناديق ليه يعني؟ شوف هذا صندوق إعادة الإعمار، يعني بدك تسألي مين راح يكون مسؤول عنه؟ هل هو تحت رعاية وزارة المالية؟ هل هو بتفوت الأموال بحساب وزارة المالية؟ لأنه هو هذا المطلوب، لأنه إذا الدولة بدها حسب إذا في مخصصات للقطاع الخاص أو مخصصات للقطاع العام. مخصصات القطاع العام بدها تروح على خزينة الدولة بالنهاية، يعني مخصصات القطاع الخاص شيء تاني وموضوع تاني يختلف جدا بين الصناديق. بس رح يقبل هلأ الصندوق الدولي؟ يعني إذا صندوق لما بتوقف صندوق النقد الدولي، لما بتوقف الحرب رح نكمل مفاوضات معه وما انتهى دوره؟ شو صار؟ لا، صندوق النقد الدولي رح يتابع بس بأسلوب آخر مختلف جدا. ليه يعني بعد الحرب؟ لأنه غير قبل الحرب؟ لأنه البرنامج اللي نحن إن 4 سنين نحكي فيه هو مرفوض ويستند إلى شطب. شو شطب؟ يعني شطب الودائع بالدولار، يعني خروجها من المصارف. بس نكر هالشي صندوق النقد هيدا تحت الطاولة؟ لا لا لا، شوف، هن عم بيطلعوها بقولوا لك نحن ما عم نحكي بالشطب، هن عم بيقموها من المصارف وبحطوها بصناديق ما إلى قيمة. هو هيدا الشطب من حسابات المصارف اللي المواطن معرض عليه، لأنه إذا حسابك طلع من المصرف البعض قال بحطه بمؤسسة ضمان ودائع، لمين بدك تروح؟ المصرف عندك علاقة معه وعندك عقد معه، إذا راح لصندوق لمين بدك ترجع؟ فالمواطن ما بده إخراج الودائع، وغلط إخراج الودائع من حسابات المصارف. هيدي الدولة آخر خطة للدولة هي بعد بتقول بدنا نعمل ودائع مؤهلة وغير مؤهلة وصندوق استرداد ودائع آخر خطة ورجعوا غيروا رأيهم بدوني ودائع شرعية ودائع غير شرعية رح يخلوا بالمصارف بس تقريبا 15 مليار، في 7 منها نصها بتنتفع بالليرة، يعني بالدولار بيبقى تقريبا شيء 12 مليار تدفع خلال 11 سنة. بس هلا عم بيدوبوا الودائع، يعني عم بالبداية حكينا عن تعاميم مصرف لبنان عم بيزيد الدفعات الشهرية، يعني رح يخلص من عدد كبير من المودعين اللي عندهم. هلا بعطيك شو لازم نعمل. دفعات الشهرية ما بتفيد شيء، اللي عم ياخذ 150 دولار شو عم بتفيده يعني؟ لا، عم بيدوبلوها، يعني عم بيقولوا طيب صار 300 دولار اللي عم ياخذ 150 وعنده كهرباء وغير اشياء وبنزين سياره والى اخره 300 دولار، هذه ما بتحل المشكله، هذه يعني رتوش على السطح، يعني ما لنا حل جذري. وانا بعتقد لازم يتخلى عنها مصرف لبنان. بقول لك شو الحل البديل؟ بس ما بده ياكل الحل. اذا تخلى عنها ما عليه، اللي هلا الحل انا هيدا. لا، لانه انت هذه شوفي هذه الودائع، ايه 10 مليار هي ودائع الناس، نعم، لانه هيدي ودائع المصارف
الإلزامي بمصرف لبنان جاي من ودائع الناس. ودائع الناس عندهم كمان 72 مليار دولار كلهم. هذه لازم إعادتها للمواطن، لأنه البنوك المركزية ما بتكون احتياطي من ودائع المودعين، بتكون كيف بدهم يرجعوها للمواطن؟ ما عم بيقولوا لك ما معنى أموال وشو يعني؟ لا ما في، عشان ما يعطوني اياهم. اسمعيني اسمعيني شوي. نعم. ما عنده 10 مليار و 10.7 كاش نقدر. نعم. رجع للمودعين 9 مليار. هو بيقول سعر الصرف صار حر. اذا سعر الصرف حر ما في لزوم لأكثر من مليار ليتدخل بالسوق. في رجع بسهولة إذا أراد. يعني نحن السياسة النقدية سياسة غلط، عم تتجه نحو تجميع الاحتياطي. نحن ما بدنا تجميع الاحتياطي، بدنا نأمن الهدف تأمين السيولة مش زيادة الاحتياطي، وهي الغلط الكبير. طب إذا هو في رجعه ليش ما بيرجعه؟ لأنه مبسوط أنه بيعلن أنه هدفه زيادة الاحتياطي. ما بعرف ليش بتتسأل، إنه حتى يطلعوا تقارير يعني. بدك تسأليه، لأنه الناس بتفكر زيادة الاحتياطي شيء عظيم. ايه؟ بعدين الذهب لوحده طلع من 17 مليار صار أكثر من 25 مليار. يعني ربحنا شيء 8 مليار من 2022 تقريبا لهلا، ربحنا 7 مليار بالذهب. نعم. لشو نحن عنا بين الذهب والاحتياط النقدي عنا 35 مليار قاعدين على هذه المبالغ وما عم نعمل شيء؟ نعم. شو عم نستفيد منهم؟ اوكي، انه طلعت قيمتهم. هدف المصرف، مصرف البنك المركزي، اي بنك مركزي، ليس الربح انما اداره السيوله واداره العمل الوطنيه. اغلب الناس ما بيعرفوا. من يجب ان يتدخل؟ من يجب ان يتدخل لحتى يغير بسياسه المصرف المركزي؟ هل هن النواب؟ الحكومه اذا كانت عارفه شو لازم ينعمل، ومجلس النواب كل هالمستشارين ومش عارفه شو لازم الحكومه ينعمل. لحدها لا مش عارفه شو عم تعمل، ما هي مع شطب الورق الحكومة. حتى بس لا تعلن هالشيء. حتى مجلس المديرين بالكتابة مش بيقولوا شيء، وبالحكي بيقولوا شيء ثاني. أرقام تليفونات صوت لبنان، خلينا ناخذ مداخلة. أرقام تليفونات صوت لبنان 01-325-555 الخلوي 76-11-003-005 الواتساب كول 76-611-001. يعني اليوم كأن عم بتقلنا أنه الحكومة بتحكي شيء للناس وبالفعل بتكتب شيء. ومصرف لبنان عم بيشوف حاله انه هو عم يرفع يعني من الاموال الاحتياط عنده، بوقت عم بينقط للمودعين تنقيط، عم بينقطهم تنقيط، انه عم بيرميلهم السناره بعطيكم شهرين. هيدي الاموال، هيدي الاموال للناس. الاحتياطي لا يتكون من ودائع، احتياطي بيكون احتياطي صافي. يعني بالصافي اليوم مصرف لبنان ما عنده احتياطي، عنده احتياطي يعني بالسلبي تقريبا 70 مليار دولار. نعم. بس اليوم يعني مين لازم يتحرك؟ قلنا الحكومة عم تعمل مصلحتها، ما هيك؟ مصرف لبنان عم يعمل مصلحته. طيب وين هالجمعيات المودعين؟ شوفي هو وين هالاتحادات المودعين؟ انه ليه يعني ما بيعلوا الصوت هلا؟ رح يكون عندنا حلقة بهالإطار إن شاء الله. شوفي المودعين مغلوب على أمره، هذه صرخة المودعين وإلى آخره، أموالنا لنا وصرخة المودعين واتحاد مفهومهم للأزمة غلط. هن مفهومهم للأزمة إنه رجعوا لنا المصاري. إيه؟ الحل ليس بإعادة الأموال الودائع ولا بشطب الودائع. الحل بشو؟ لأنه تأمين السيولة أهم شيء، نأمن سيولة للمصارف. يعني نحن إذا بنحط بالمصارف 9 مليار أو 10 مليار اللي عنده كاش و10 مليار من الذهب، ما حدا يقول لي الذهب لا يستعمل. عم بقول أنا الذهب 10 مليار تعال للمودعين ليس للدولة. بنحط 10 مليار اللي هو دي أموال النقد اللي موجود مصرف لبنان، هو أموال للناس، والذهب أموال للناس كمان. بتحط منهم 10 أو 15 مليار ما بيهدد الليرة؟ بتتحسن الليرة. كيف أنت عم بتحسن الليرة؟ عم بصير في سيولة أكتر دولارات بالسوق، تعالى الليرة مش رشعت. ايه بس اليوم يعني السيولة طلب حاكم السابق، هلا نعرفه موجود بالسجن الرياض سلامي، حاكم السابق طلب من المصارف انه هي تزيد السيولة عندها من وراء الاموال اللي وضعتها في الخارج. صار في كتير تهريب اموال. طب مش حاطط هالشي بعين الاعتبار؟ عمالك شيء، هذا كله كلام غلط. ليه؟
الأموال اللي بالخارج مش للبنوك، هذه المودعين، يعني المودع المصرف ما في رجع. أنا حولت لبرا مليون دولار باسمي بمصرف بالخارج، المصارف اللبنانية ما فيها ترجع على جوا. أغلب الأموال اللي طلعت مش للمصارف، ملك للمصارف، هي ملك للمودعين. المصارف بيشتغلوا انترميديشن، كان يعني إلى حق هي تحطها بالخارج؟ لا، هو طلب المودع، أنا مودع بطلب تحويلها للخارج، ما هي مش ما هي أخذت القرار لوحدها. لا، أنا بتذكر صحيح إنه شو قال رياض سلام الحاكم السابق، طلب من البنوك تزيد رأس مالها وتجيب أموالها من الخارج. شوفي، زيادة رأس المال شيء، أموال من الخارج أنا ما من وين بده يجيبوا أموال من الخارج إلا إذا باعوا الفروع. البنوك بيشتغلوا انترميديشن، البنوك وساطة، يعني ما عندهم أموال. نحن هن بتحط مصرياتك بشغلوها، المصاري مش لقلهم، الربح بصير ريزيرفز، عملوا ربح لأنه الأرباح كمان بوزعوها لأصحاب الأسهم. فهذه بدنا نفهمها، البنوك ما عندهم أنه يطلع يجيبوا مصاري من برا إلا إذا باعوا الفروع. يعني بدها تزيد سيولتها من مصرف لبنان والاستعمال الأموال الاحتياطي والذهب لزيادة السيولة لحتى يقدروا يرجعوا أموال المودعين. أنه هيدا الرأي كتير ناس بوافق عليه، هيدي فكرة أنه بس في ناس ما بيوافقوا عليه. بعرف، عم بقول لك في ناس بوافقوا، في طبعا ما عليه، عشان هيك فتحنا باب الاتصالات. في ناس ما وافقوا، نحن في غلط بالمفهوم عند الناس، هن بفكروا الذهب لازم يبقى ما تاخذه الدولة. أنا بقول نعطي الذهب للمواطن اللي عنده وديعة وهي موجودة حجزها مصرف لبنان، أو مدان مصرف لبنان للمودع للبنك للمصرف، والمصرف مدان للمودع. مين لازم يطالب بهالشيء إذا؟ المودعين. مودعين، نعم. والدولة إذا بدها الدولة تكون منصفة، الحكومة يعني، بس هي ما بحياتها كانت منصفة، هلأ بدعم تطلب بزمن الحرب تكون منصفة. شو؟ الحكومة ضايعة. ضايعة. ومصر لبنان ضايع، كل لبنان ضايع. ليش كله ضايع أولك؟ إحنا البلد كله ضايع. لا بس قبل كانوا ضايعين، حتى قبل ما نغرق بالحرب قبل وهلأ كانوا ضايعين، عملوا خطط ما مشيت. ما في بلد دخلت بحالة بأزمة بهيدا الأسلوب اللي صار بلبنان، يعني فشل على جميع الأصعدة. شو السبب؟ القطب المخفي، ما كان فينا نعمل إصلاحات له؟ بجاوبني لحتى أنا نحكي نرجع عن تقييم الخسائر، شروط الدول المانحة والمؤسسات الدولية. ما بنعمل إصلاحات لأنه شوفي مجلس النواب فيه لجان، بس بتلاقي يمكن بكل مجلس النواب ما في واحد اقتصادي يعني ممارس، يعني اقتصادي خبير اقتصادي بالمعنى الصحيح. أنا بجتمع مع الكتل النيابية بس ما عندهم خبرة بالاقتصاد، عندهم خبرة كاجولة كيف البزنس بيشتغل، كيف شركة بتشتغل، ما عندهم خبرة بالإصلاح. يعني ما ليش كل شيء في المستشارين اليوم ما عندهم مستشارين، ومش عم بحكي عن مجلس النواب، عن الحكومة مستشارين. لك ما أعطوا ولا خطة، بدك تعمل خطة بده يكون الودائع هي ملك للمواطن، صح؟ ما حدا فيه يتصرف فيها غير المواطن. بدك تعمل خطة بتكوني بتاخد بعين الاعتبار حقوق المواطن، هن كل الخطط ما بتاخد بعين الاعتبار حق المواطن، وهذا الغلط الكبير. نعم، مع ننتقل بين المستشارين وصندوق النقد كمان غلط. نعم. الغلطة هذه لا صوت يعلو فوق صوت الحرب، بس لازم كله يصير بالتوازي. ما هيك اليوم ضيفنا دكتور منير راشد، يعني الانفجارات والحرب والقذائف اليوم وهدم البنايات والزهق بالأرواح والخسائر، يعني كمان لازم يكون عم نفكر ما بعد الحرب. طبعا شيء ضروري نفكر بعد الحرب. هو الحقيقة الأزمة الحرب يعني تدعي لضرورة الإصلاح. من هلأ بدنا نبدأ بالإصلاح السليم، مش الإصلاح إنه حطينا بادجت وفيها عجز 17 تريليون من عيدها ومنعمل عجز 25 مليار. بدك شوف الهيكل الضريبي عندنا غلط، هيكل الإنفاق غلط، إدارة مؤسسات القطاع العام غلط. أعطيك مثل بسيط، الكهرباء إذا مؤسسة كهرباء لبنان تنتج 2000 ميجا وات ساعة، يعني أو مليونين كيلو وات بالساعة، بيوفر بسعر 21 سنت أو 20 سنت بوفر المواطن أكثر من 3 مليار دولار بالسنة. نعم. لأنه هذا الفرق بين 40 أو 45 سنت سعر كيلو وات
بالمولدات وسعر شركة كهرباء لبنان لأن مولداتها كبيرة وهي عندها يعني economies of scale تتوفر تكلفتها أقل من تكلفة المتار المحطوط ببناية أو بالحاية. نعم. هيدا إصلاح فيك تعمليه كل ساعة واليوم فيك تعمليه. مثال تاني ببيروت ممنوع تحطي عدادات مين مانعوا أصحاب المولدات ما فيها تفرض وزارة الطاقة وزارة الاقتصاد وضع عدادات للمنازل في بيروت هلا بصير في توفير كبير يعني يوم عم تيجي الكهرباء للمواطن من شركة الكهرباء بيدفع فاتورة لشركة الكهرباء العداد ما المولد بضلوا ياخد نفس المبلغ لأنه بسعر على الأمبير. مستقبل اتصال وبعدين بدنا نحكي عن تقييم الخسائر اليوم. بيقدر لبنان يفرض شروط المساعدات اليوم من 1701 ضمن التوصل إلى هدنة وتطبيق 1701. يعني خلينا نستقبل اتصال ونسأل هالسؤال. مين معي؟ صباح الخير مدام نوال، إنك ولا الدكتور؟ أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. فهمت أنا من الدكتور أنه اللي حولوا مصرياتهم لبرا هم أصحاب الحسابات، يعني أنا معي مبلغ حولته لبرا ما عندي مشكلة، والمواطنين اللي موجودين هون مصرياتهم مين أخذهم؟ السياسيين يعني أو الفساد؟ يعني المصاري راحوا وين راحوا؟ هل في أوكي مليون دولار تحول لبرا موجود برا صاحبه مريح راسه، اللي معه 100,000 دولار هون مين أخذه؟ نعم، هيدا سؤال كنت أنا كمان عم بسأله لأنه سمعنا كتير وطلعت معلومات وحتى موثقة إنه كتار حولوا مصرياتهم للخارج الأفراد. من مدراء البنوك بعض، ما فينا نعمم كتير طبعاً. السياسيين معظم السياسيين ولا كل المدراء البنوك حولوا لبرا؟ لا البعض قلنا يعني صار في وبالأسماء وقتها نذكر مين حول من السياسيين. أول شيء إذا أنت شخص عندك 20,000 دولار أو 50,000 دولار مش سهل، إذا ما عندك حساب برا مش سهل تروح تفتح حساب برا وتحولي، بدهم يسألوك من وين هذه الأموال، حتى ما بيفتحوا. لبنان كان وضعوا عليه يعني قيود شديدة إذا ما عندك حساب برا. بس يمكن يكون عندهم حساب برا. لا، أغلب الحسابات الصغيرة ما عندهم، تقريبا كل الحسابات الكبيرة عنده حسابات برا. ما تستهونهم ما تستهونهم. طيب هل بيقدر لبنان بس ليش يفرض؟ ليش المودع الصغير ما حول لبرا؟ البنك ما بيقدر يرفض تحويله لبرا. نعم. لأنه أمواله ما عنده علاقة مع البنوك بالخارج، بدك تعرف هالشيء هذا. نعم. هل بيقدر لبنان يفرض شروط للمساعدات ضمن التوصل إلى هدنة وتطبيق 1701؟ يعني اليوم نحن عنا دمار هائل وبدنا مساعدات لنجحنا مع صندوق النقد ومش قادرين، شو عم نفتش عن صندوق آخر وكأن الأموال جايتنا بكرة، فينا نطلب نحن مساعدات إذا صار في هدنة وطبقنا 1701؟ نحن فينا نطلب مساعدات بس الشروط بتيجي من المانع مش من عنا. نعم. يعني ممكن نقول يشفقوا علينا ما تكون الشروط قاسية، مشان هيك أنا بعتقد إنه البرنامج اللي كان فيه حوار مع صندوق النقد الدولي هذا انتهى، يعني هذا الـ Extended Financing Facility اللي هي لفترة 4 سنين وثلاثة مليار بده يصير له بديل، هو تسهيل طارئ أو تسهيل سريع لحتى بس فقط يلعب دور صندوق النقد، يكون دوره تطمين الدول المانحة إنه في حدا عم بيراقب الدولة شو عم تعمل. في شروط طبعاً للدول المانحة والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومثل مشروط صندوق النقد للمساهمة بإعادة الأعمال. شروط الدول الاقتصادية رح تكون من خلال صندوق النقد، يعني بالسياسات الاقتصادية الكلية. شروطها رح تكون على ماذا ستنفق هذه الأموال، وين تروح يعني. نعم، نستقبل المداخلة وبعدين رح نستقبل ضيفنا النائب إبراهيم نيمني. مين معي؟ موجود مدام. يا هلا تفضل. انا الشربل، انا بشتغل كنت بالقطاع المصرفي، معلش بقدر علق شوي على الكلام اللي قاله الدكتور. نعم تفضل. بالنسبه للمصارف بعتقد الحاكم السابق يا سلامه طلب من المصارف انه يرجعوا يجيبوا 20% من اموالهم لإعادة تكوين ارصدتهم بالنسبة. يعني بتذكر التعميم، بتذكر التعميم. إيه بس هل عندهم هالاموال؟ نعم. خليني كمل تفضل. ال 20% بيطلعوا 4 مليون و4 مليارات و400. هلا
400 هي نص القيمة اللي عم يحكي عنها الدكتور انه بيعوا الذهب بيجينا 10 خليني يجيبوا لنا 50% وهذه مفروض 50% بيعملوا 10 مليار والا بيتعرضوا لعقوبات بياخذوا لهم الرخص بياخذوا لهم اموالهم وارزاقهم هون من كون هالاحتياطي مرد للعالم منضخ هالدم بالشريان يعني لانه هيدي حكيتي حضرتك كل شيء بس نسيت تقولي هاي اللي هو حق انه يرجعوا نص اموالهم مش 20% من اموالهم الخاصه نصهم يلي هن 10 مليار بحركوا الاقتصاد وبيمشي الاقتصاد ما عليه بس الحكومه لو عملت الكابيتال كنترول بوقتها يعني للحقيقه ومجلس النواب كابيتال كنترول ما كنا وصلنا لهون كان عندنا 43 مليار هلا معلش مليار بس خلي رد الدكتور على هالموضوع هذا لانه ما انتبهتي له حضرتك وما قلتي له عنهم قلتي له انه خلينا يلي ظهروا اموالهم هاي اموال خاصه ما فينا نظهرها لانه ما عملوا كابيتال انا حكيت مع ليما البينين اللي حكيت عن تعميم مصرف لبنان وقتها بحاكم مصرف لبنان انه يردوا 20% من الاموال للمصارف هيدا اللي قصدته انا ما خضعوا هيدا اللي قصدته هيدا اللي حكيت عنها مش انه يردوا اموالهم خاصه او خاصه انا حكيت عن تعميم متذكره التعميم طلع وقال رجعوا 20% للسيولي وهيدا وطلع بعدين حكي وطلع بعدين انه ما رجعوا ولا التزموا بهالتعميم خليهم يطبقوا هلا ايه نعم بيمشي الحال بعده هلا ياسر المطول وبيسوى هلا يجبرون لانه عندهم اموال كثير وعندهم فروع وعندهم وبسكروا لهم المصارف اللي ما بتحول ساعتها بيصيروا مجبرين انه يحاولوا لما انت بتشتغل بس المشكله انه الرجال السياسي كلهم عندهم اسهم بالمجلس الاداره من هيك ما عم ياخذوا قرار هلا كابيتال كنترول سيت روتار نعم هلا على كل حال هيدا مش موضوعنا اليوم انا بدي اشكرك بدي استقبل ضيفي ورح اعطيك حق الرد بس ضيفنا لانه صار له وقت ناطر اليوم النائب ابراهيم نايمني اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان صباح الخير فينا اللي ما عملناه بالسلم بنقدر نعمله بالحرب؟ بأي معنى يعني؟ بمعنى انه اليوم يعني عم ينحكى انه لازم يردوا اموال المودعين من احتياطي مصرف لبنان ومن الذهب، شو تعليقك؟ وهيدا ضيفنا عم بيقوله الدكتور منير راشد. هلا بالحقيقه موضوع اعاده هيك القطاع المالي ما له علاقه بالحرب الحرب اكيد بتصعد الموضوع من كونه واردات الدوله عم تتراجع هلا اعاده الهيكله كان في لها عده خطط وحاولت الحكومه تناقشها وطبعا هي فشلت بهالمحل ولكن بعتقد الموضوع التقني يبقى بمعزل عن اذا بدك الاحداث اللي عم نعيشها اليوم وقادره الحكومه اذا كان في اراده انه هي حط هذا القانون للنقاش بحكومة نظريا عم نحكي هلا مش عم نحكي عن اذا بدك الحالة اللي عم تعيشها حكومة الضغط والموضوع المفاوضات وغيره تقدر تحطها وتقدر تناقشها وتقدر تقرر ترسلها لمجلس النواب نعم التشريعات المتعلقة بمجلس النواب بس واضح انه الموضوع هو ما له علاقة اذا بدك بالتوقيت وله علاقة بتوازنات ومصالح اليوم موجودة بالبلد عم بتعطل هذا الإصلاح من سنة 2019 نعم المصالح ما قدرنا عملنا معه شيء بوقت عم ينسعى هلا إلى إنشاء صندوق بهدف إنعاش الاقتصاد وزيادة الأعمار والمباحثات بشأنه هالشيء حققت مثل ما قال بنائب رئيس الحكومة سعاد الشامي شو قصة هالصندوق تشاوروا معكم؟ لا حقيقة ما معنا خبر نحن فيه هلا طبعاً أو على أرجح هيدا حيكون يعني إذا بدك انطلاقاً من مؤتمر باريس الداعم اللي هو في مصالح تجي كانت لدعم لبنان موضوع إعادة الإعمار يعني مسألة مختلفة كلياً وتكاليفها يعني جداً مرتفعة وبعتقد هيدي كمان مرتبطة بالسياسة يعني منا مسألة بس تمويل وآليات وشفافية يعني اليوم لبنان إعادة إعماره مرتبط بقرار أكبر بكثير من مسألة إنه فقط يكون الموضوع كيفية الصرف وشو الاستراتيجية تبع إعادة الإعمار. نعم. فبعتقد هذا متعلق أكثر بالسياسة. إيه لأنه هالمبادرة عم ينقال نوقشت بواشنطن مع ممثلين عن البنك الدولي ولقيت صدى واستعداد للمساعدة وفريق عمل متحمس ولازم نفكر باليوم التالي لما بعد الحرب. ناقصنا صناديق برأيك يعني ولا شو؟ لا
هو السنغي يعني بالنهاية يعني نحن بهذه المرحلة بنشدد على فكرة إنه إعادة الإعمار تكون من خلال الدولة، وإحنا هذا إذا بدك الأولوية تبعنا تجربة 2006 اللي تم فيها إذا بدك الالتفاف على الدولة بأخذ الأموال اللي إجت من الدول العربية ومن المؤسسات الدولية لإعادة الإعمار، وإذا بدك إعادة الإعمار تمت من خلال الأحزاب والأمر الواقع. هون يعني إحنا بسبب تجربة مختلفة، إذا نحن عم نحكي لبنان المفروض يكون تعلم دروس، مش عم نحكي بس على مستوى الاقتصاد، على مستوى السيادة، على مستوى الأمن، كيف لازم تكون الدولة ممسكة بأموره. بدها تكون مختلفة هاي المقاربة، ومصر إنه هي الدولة تكون هي اللي عم تطبق خطة إعادة الإعمار وما تتلزم إذا بدك للأحزاب ولا صناديق، ومنه مي بده يشرف على الصندوق ومنغرق مثل ما غرقنا بغير صناديق. نحن نتأمل إنه المرحلة الجاية تكون مختلفة، يعني نحن هيدا أملنا، لأنه كل التجارب السابقة اللي عشناها أضعفت الدولة وما وصل شيء للمواطنين، وبالتالي نحن يعني نشوف إنه هاي المرحلة وحنصر من خلال مجلس النواب إنه تكون المقاربة مختلفة كليا. نعم، انتوا يعني عم بتصروا كمجلس نواب تكون مقاربة مختلفة، وانتوا مش يعني مش شاركين مجلس النواب اليوم بالقرارات اللي عم بتصير لوقف الحرب، هل يجوز هالشي برأيك؟ هلا حقيقة طبعا مجلس النواب محايد، عدة مرات نحن حكينا بالإعلام من زمان أساسا عم طالب أن يكون في نقاش على موضوع الحرب بمجلس النواب. هلا مؤخرا يعني بس بلشت يكون في طروحات لنقاش وقف اطلاق النار، أنا شخصيا طلبت رئيس الحكومة يكون هو عم يجي على مجلس النواب ويدلي إذا بدك بمقاربته أمام مجلس النواب وشو صاير، حتى لو من ضمن جلسات مغلقة وسرية. صحيح، لأنه بالأساس ما في رئيس جمهورية وهي حكومة تصريف أعمال، يعني ما احترامنا لشخص رئيس الحكومة من الحكومة، ولكن لا تتمتع بالثقة هي حكومة تصريف أعمال، وبالتالي بهيك لحظة مفصلية وقرارات مصيرية للبلد مجلس النواب اللي مطلوب يكون عاطيها التوكيل للحكومة مش عاطيها إياها، فعلى الأقل ترجع لمجلس النواب لا نقاش أو إبلاغ أو إعلام مجلس النواب بتطور الملف. طبعا هي عملية المفاوضات بالأساس عند السلطة التنفيذية لنكون واضحين، فبس بهالحالة الاستثنائية نحن ما عملوا الحكومة إلى حق تفاوض، لازم تكون عم تفاوض ولازم تكون عم تدافع عن المصلحة الوطنية، بس بدها تكون عم بتشارك مجلس النواب شو عم بيصير. لو حكومة مكتملة الصلاحيات غير موضوع، بس اليوم نحن عم نحكي على وضع استثنائي إن كان بالسياسة وإن كان بالوضع الدستوري القائم وضع المؤسسات. شكرا لك أنا إبراهيم نايمني، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. بدي أرجع لضيفي اليوم الدكتور منير راشد. اليوم شروط الدول المانحة والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد للمساهمة بإعادة الأعمار، يعني اليوم ستعدل هالاتفاقيات اللي هي مع صندوق النقد على أثر الدمار أم رح تبقى مثل ما هي؟ وهل رح يقبل الصندوق بشروط أقل من يلي؟ بس خليني جاوبك عن الصندوق، هيدا صندوق إعادة الأعمار، ربما يعني أنا مش مع صندوق نحن نديره ويحطوا لنا المصاري وبدنا نختلف على الإدارة، ممكن يطلبوا يكون في بالورلد بانك، وهيدي عاملينها قبل تراست فند، يعني صندوق وصاي، الأموال من الدول المانحة بتروح لهذا الصندوق، والورلد بانك يعني بيقرر استعماله حسب ما يلاقيه أنسب شيء، مثل ما هو بداية كأنه عم يدين لبنان، ولكن هيدي أموال منح وليس ديون. هيدا بكون الحل الأفضل، ما نجيب المصاري تحت إدارتنا لأنه ضيعنا أموال كتير ونصل لنفس النتيجة. بس بدي أجي على السؤال الأول، أنه البنوك عندها مصاري، شوف وصول النقد الأجنبي هو موجود برا للبنوك، بس هو يعود للمودع، مش انه عندهم اموال. الاموال الوحيده المتوفره للبنوك هي الفروع، بدهم يبيعوا الفروع ليحولوا. الحاكم كان بيطرح فكره، مش اكيد انه هيدي فكره واضحه وفكره سليمه، هو يمكن بيعرف عندهم اموال لبرا، لمين الاموال؟ يعني بده يكون يعني يكون ريزيرفز للبنوك برا لحتى يقدروا، مش عارفين إذا موجودة، دائما تنعاد هالجملة هايدي، بس ما بنعرف إذا كان عندهم رزاز أو ما عندهم رزاز. نعم، رح تكون عندنا حلقة عن المصارف. بالنسبة يعني للشروط، أنا قلت لك قبل شوي إنه هيدا الـ Extended Fund Facility، يعني التمويل
الممتد اللي كنا عم نتكلم عنه لفترة 4 سنين هذا انتهى، لأنه من الوضع لا يسمح أن بدنا تمويل سريع، وصندوق النقد عنده عدة أنواع من التسهيلات، وفي تمويل سريع Rapid Disbursement Fund، وفي Emergency Disbursement Fund، وفي Post-Conflict Disbursement Fund لبعض الأزمات. فهذا بكون تمويل المبلغ قليل، ولكن ما فيه شروط مسبقة قاسية ولا مطلوب شروط مسبقة من مجلس النواب اللي بعقد الأمور. الشروط المسبقة مع احترامي لمجلس النواب هي اللي بتوقف هالمشاريع. الاتفاقية مع صندوق النقد بعدها ماشية؟ الاتفاقية خلاص انتهت. الاتفاقية نعم. مربوطة بالإكستندد فند فاسيليتي، وهي كلها إجراءات مسبقة. نحن ما فينا نيجي نحل الأزمة بإجراءات مسبقة. الإجراءات المسبقة خلص راحت تاخد وقت لن بس نحن اليوم على مصنفين لائحة الرمادية، بيقبل صندوق النقد يتعامل مع دولة مصنفة على اللائحة الرمادية، ممكن تصنف هلأ على اللائحة السوداء. صندوق النقد بيتعامل مع دولة على اللائحة الرمادية، ولكن بده يكون شرط الأساسي أنه نحن نطلع تصنيفنا يرجع يعني للائحة البيضاء قبل ما يوزع أموال للبلد أو يدين البلد. هلأ بالإمرجنسي يمكن يتغاضوا، نحن بحرب وبأزمة، يمكن يقولوا يكون هيدا شرط من مضمون مع التمويل. يعني التمويل بيكون متوفر، ولكن من خلاله بيكون إصلاح إيه، بس التصنيف. أكيد رح يرجع يقيم الاقتصاد قبل تعديل الاتفاقية. هذه أول خطوة له تقييم الخسارات. نعم. طيب اليوم شو دور الحكومة اللبنانية بعد الاتفاق على هدنة؟ هل هناك حاجة لإعداد موازنة جديدة؟ من وين بدنا نحقق إيرادات؟ من وين بده يجي التمويل؟ هل سيكون من ضريبة الدخل أو الضرائب الأخرى؟ خلينا نأخذ اتصال وبتجاوبني على هالأسئلة. مين معي؟ صباح الخير. تفضل. أهلا، تحية لك وللدكتور كريم. بدنا نسأله أول مرة بشارك معك صراحة، وحبيت كتير الصغرة اللي بتحكي فيها، بس ما نسأل الدكتور. أهلا وسهلا فيك، تسمعنا بس ما بتشارك، ما هيك؟ 100%. أهلا وسهلا فيك، تفضل. وقت عدد مكتبي أنا قد ما هيك بدي أحكي مع الحكيم وأسأله الدكتور وأسأله كم سؤال regarding التعاميم المشحفة. يعني أنا بسأله للدكتور، إذا لنقول أنا شخص عندي 4 حسابات بأربع بنوك، نعم، جابريني استفيد بتعميم واحد، أوكي، حساباتي الباقيين بثلاث بنوك التانيين، ثلاث مصارف التانية ممنوع إصطعهم، بس شرط كل شهر بدفع $30 على كل حساب قريبة، زي ما بعرف، بس أنا ممنوع إصطعهم لأنه أنا مشترك بتعميم واحد. شغلة تانية بيكونوا هيك عم بيدوبوا لك يوم شوي شوي مشان ما تتعذب تاخد بعدين. ما هي بدي اقول لك يا عمي، نحن اغتربنا بلبنان، مش مطلعين ولا شكلها غربتنا، اغتربنا وجينا على لبنان، مشكلتنا جينا بال 2020 على لبنان او اخر 2019. فكره مش هون يا مدام، القصه انه طب يا جماعه مثل لاي انه يعني كل زول عم طوي اكثر واكثر على دكاتره اوادم موثق فيهم، مثل ضيفك الكريم دكتور منير، مثل دكتور عياش نائب حاكم مصر لبنان السابق، من يومين كان على الاذاعه، نعم، حكى كلام خطير جدا جدا جدا، بس للاسف انت محاوري خبره، محاوري اللي كان عم بيعبيه مع الشعب عمل شو كان عم يحكي، قال له شغله انه جمعيه المصارف بالهم كثير فاضي ومطمنين بالهم انه ما في قانون بمجلس النواب راح يمرق، هن مش راضين عليه. بكل بساطه كان قصده انه هن خارقين لجنه المال والموازنه، وكل كتله موجوده هون هي الا ممثل لجمعيه المصارف. شو قصدك تقول بس باختصار لانه الوقت مش تفضل. بدك تقول ليش حرمينا من حساباتنا بغير مصارف وقلن حق ياخدوا $30؟ 100%. وشغلة تانية مدام، قصة هذه البدعة انه qualified او not qualified، مؤهل وغير مؤهل، مين قال لك غير مؤهل؟ يعني اذا انا هلا بعدها هيدي قصة الخطة بعدها، يعني هلا بعدها ما طلعت، ما ابصرت النور ستنا، بس تسمع سعادة هي مشطوبة انشطبت. نعم مشطبيت. ايه ايه مشطبيت. بعد 2019 يعني انا بعت بيتي، بعت بيتي ب 200,000 دولار. مش بس هيك، الورقة الشرعية كمان اسوأ. انا على كل حال انشطبيت، ما بدنا نحكي بشي مشطوب.
كمان دكتور نسيب غبريل تعميم 154 المصادر الشامي ستنا حسب ما سمعت من مصادر سعاد الشامي انه ما انشربت. يا ريت الدكتور عندك يشرح لنا اكثر كل الخطه هذيك راحت. وممنونك. اهلا وسهلا فيك. المتصل اللي اتصل فينا قبل شوي نعم بيقول لي الدكتور نسيب غبريل تعميم 154 طلب من المصارف بقاب 2020 انه تحس المودعين اللي حولوا اموال من 2017 انه يعيدوا ما بين 15-30% من هالمبالغ ما هيك، وطلب من المصارف رفع راس مالها ب 20% مش مثل ما قال المتصل. يعني المتصل اللي قبل اللي لامنا هو لازم يلام. على كل حال فيك تجاوبه وشوف ال تحياتي للحلقة شوي. نعم للدكتور نسيب. شوف نحن ما فينا نجبر المودع وداخلين بأزمة نعم نقول له حول مصرياتك من برا على لبنان منشان نحجز لك اياهم. اوكي نعم. شيء مش معقول ابدا، ولا اي مودع بيقبل بهالطلب. اي اساس بده يحول المصاري اللي حولها لبرا يرجع يحول منها حتى 20% لجوا؟ هذا مش طلب غير منطقي. وبالنسبة للاحتياطي، هل المصارف عندها قدرة تزيد بالأزمة 20% من رأس مالها؟ كمان طلب غير 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 منطقي. يعني شو دور الحكومة اللبنانية بعد اتفاق الهدنة في حاجة لإعداد موازنة جديدة باختصار لأنه الوقت قرب ينتهي؟ كيف ممكن نحقق إيرادات من شوف الموازنة الجديدة؟ الموازنة القديمة كلها ما عاد إلى قيمة، لا تحكي الواقع. بدنا نعد موازنة جديدة ونأخذ بالاعتبار أول شيء الإيرادات. نحن عنا من أسوأ هيكل للإيرادات في العالم. نحن عنا تقريبا 200 صنف من الضرائب. هذه نحن بالأزمة هذه لازم نغير كل هذا الهيكل الضريبي ونحط ضرائب مبسطة 10% على الدخل، 10% على القيمة المضافة. الشيء الوحيد اللي نحط عليه رسم هو على المحروقات، لأنه هذه بتدخل دخل مباشر ما فينا نتهرب منه. فبدنا نبسط الضرائب حاليا. يعني الحكومة تقدم طرح لمجلس النواب انه في هالضرائب الإيرادات رح تصير بمنحنى مختلف ومبسط بدل التعقيدات الكبيرة الموجودة عندنا بالجمارك. 100 نوع من الجمارك على كل سلعة. طيب هل الأزمة اللبنانية ممكن تكون فرصة لإصلاح النظام الضريبي؟ هي لازم، هي بتعطينا حافز ان نصلحه. اوكي بعدين الانفاق، هيكل الانفاق بده يتغير. نحن عندنا اعاده الاعمار، كيف بدنا نعمر؟ في عندك طرقات، في مي، في مدارس، في مستشفيات انضربت، بدنا نحدث البنى التحتيه. اوكي في يمكن بدنا نساعد القطاع الخاص في اعاده البناء اذا اردنا هالشيء. اوكي وبدنا كمان ليكون عندنا موازنه، يعني إلها تعطي ثقة للمودعين لحتى يجينا الدعم. بده يكون فيها دعم للإنفاق. ممكن نحقق توازن مالي بلبنان هلأ؟ لا قبل إيه، يعني بعد الحرب ما فينا، قبل كان فينا. وأنا من أهم الإصلاحات اللي قلتها هو تحرير سعر الصرف وتحقيق توازن مالي. هذا بحافظ على سعر الصرف، استقرار سعر الصرف. هاني نصار بيقول لي حساب جمعية بربرة نصار لمرضى سرطان موجود ببنك عودة، ما فينا نستفيد من أي تعميم تنسحب منه مصاري. طيب ما لازم يكون في حل لهالموضوع. حساب منمضي عليه رئيس الجمعية وأمينة الصندوق. طيب يعني ما يعني اللي عم بيصير واللي صار كوارث، يعني بالإضافة للحرب كمان كوارث بالمصارف، كوارث بالأموال المودعين. الشخص السابق اللي حكى عن 166 و158، هو هيدا أنا يجب إلغاء هذا التحميم. وقلت بالأول الودائع المودعين في المصارف وهي في مصرف لبنان تعال للمودعين كلها دفعة واحدة. شو عم بي واللي أخذوا منهم كآخر الشهر 30 دولار واللي ضوبوا لك إيهون واللي عطوك إيهون على التعميم اللي كان قبل نصهم على 1500 ونصهم دولارات. لما بترجع السيولة للمصارف، المصارف بصير فيها تشغل هذه الأموال وتدين وتطلع أرباح، بتبطل تاخد 30 دولار. اليوم عم تاخد 30 دولار لأنه بس ما إلها حق. بعرف أنه البنوك عم تاخد 30 دولار بغض النظر عن حق لأنه ما عنده أموال، ما عنده بدها تدفع. طيب ليه بدها تاخد مني ومنك؟ صح من المودعين. لأنه بأي حق بتاخد منا أموال؟ ما عنده حق، بس لأنه مصرف لبنان حاجز أموالها، حاجزهم 72 مليار دولار. ما عم بيقول الاحتياطي مرتفع عنده، يعني
وهي عم تاكل من اموالنا. عم بقول لك من الاول وين القطبه المخفيه؟ القطبه السياسه غلط، مفهوم دور مصرف لبنان غلط. مصرف لبنان دوره اداره سيوله الليره اللبنانيه، الدولارات كلها لازم يرجعها للمواطنين، اوكي؟ وهي هذه اموال للمواطنين، والذهب للمواطنين، والذهب اغلبه لازم يرجع للمواطنين، مش للدوله، هذه اموال اشتراها مصرف لبنان من اموال المودعين، باعهم اعطاهم ليره واشترى منهم دولار واشترى منه في ذهب. هذا اغلب الذهب لازم يرجع اليوم بين ال10 وال15 مليار من الذهب و10 مليار او 9 مليار. طب هل لازم كيف تنصرف؟ كيف تنصرف هل لازم؟ كيف نصرفها؟ لازم هيك ولازم هيك بس. لا هيدا عم بقول لك تعود للمودع، المودع حر يصرفها مثل ما بده. لازم يضغطوا المودعين لانه بدنا اموالنا. المودعين لازم يتجهوا نحو القضاء، بس نحن ما عندنا قضاء. ايه عم يرجعوا للقضاء العالمي كمان. والمصارف مش لازم تتجه للقضاء ضد الدولة ومصرف لبنان، والمواطن ضد المصارف. يعني نحن لازم يكون في دعوة على المصارف والمصارف على مصرف لبنان وعلى الدولة. نقطة على السطر. شكرا لك ضيف اليوم دكتور منير راشد، رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية والخبير الاقتصادي السابق بصندوق النقد الدولي بواشنطن. بعدنا ضايعين، بعدنا نحن بالسلم كنا ضايعين كيف بزمن الحرب. إن شاء الله من الأزمات بتولد فرص إنقاذ، بصير عنا دولة جديدة مثل ما لازم. شكرا لكم أصدقاء المشاهدين ومستمعين، إلى الملتقى بكرة مع حلقة جديدة.